كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واسطوره كبيره في كره القدم والمشرف العام على كره القدم ما يقدرش يتدخل في مثل هذه الامور، مش عشان حاجه، لكنه هي دي الاسلوب اللي بنمشي فيه جوه النادي الاهلي. المدير الفني هو من يختار اللاعبين، المدير الفني هو اللي بيلعب وبيطلع وبيحط لعيبه بره وبيحط لعيبه جوه، مش كابتن خطيب ولا حد تاني ولا لجنه التخطيط. انت مطلوب منك كمدير فني ان انت تعمل التشكيله اللي انت شايفها من وجهه نظرك مناسبه، محدش بيضغط عليه، مش بيجي له واتساب كده يقول لهم لعبوا فلان وطلعوا فلان والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، ما بيحصلش عندنا احنا الكلام ده. ممكن مثلا كل شهر ولا شهرين كابتن خطيب عايز يطمن، فبيطمن لو الامور ماشيه بشكل جيد بيطمن من الكابتن سيد، وزي ما حضراتكم شايفين كده، وقبلها كان مع ريني فايلر بيطمن منه بسرعه. لكن لو عايز بقى، لو لا قدر الله في حاجه، بيقعد مع لجنه التخطيط والجهاز الفني ويعرف واحد اتنين تلاته قولوا لنا في ايه هنا وفي ايه هنا وفي ايه هنا، وفي الاخر يتم اتخاذ القرار. مؤسسه يا جماعه، يعني مش بقى بالواتساب، طلع فلان دلوقتي حالا، طلع فلان، ما بيحصلش، احنا ما عندناش الكلام ده. واحنا بنبقى مبسوطين لما بنيجي نتكلم وبنقول هذا الكلام، وماليش دعوه على فكره، في انديه ممكن تمشي بالطريقه دي ان انا لازم ابعت على الواتساب طلع اسلام ونزل فلان. وبيحصل. لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده، ما ينفعش. القرار الفني للمدير الفني فقط وجهازه طبعا. لكن ما فيش بقى الحاجات اللي بتحصل دي، وكابتن خطيب تلاقيه جاي واقف كده في المدرجات طلع فلان، ما عندناش ومش هنعمل كده، لانه احنا متعودين على طريقه اخرى، طريقه المفروض اللي هي متبعه عالميا، يعني اللي هي جهاز فني، جهاز اداري، لجنه تخطيط، مشرف على الكوره، الامور بتمشي بهذا التسلسل. ما عندناش